باش نشد الطاكسي باش نطلع للدار. كان هز عين اخويا الطاكسي ديز من هنايا طاكسي حمراء ديز بشويه واحد اللحظه جاي من الطوموبيل ضربو مع الضربه اللي ضربو ضرب لها ضرب الطوموبيل ضرب ليها جاو الناس جمعوا لي السيكيريتي هو ملي ضرب وحل الطوموبيل بغى يهرب بغى يشد الطاكسي كما الناس ديال السيكيريتي تعرضوا عليه شدوه هما ما ضربوه ما والو ما تعرض للعنف لا حتى شي حاجه هو خلال الناس كيقولوا كان سكران شارب وبغى يهرب من السياره بغى يهرب لا من السياره ماشي من الطاكسي من الطاكسي راه كان واقف هنا بغى بحال بغى يهز البلايص زاد شويه الاخر جاي مرك ضربوه ونقز الطوموبيل لها دابا هو راه ما عرفت فين هو ما تعرض حتى شي حاجه دابا راه مشى ما عرفت فين هو في الاول كان باغي يدير فيرار باغي يهرب كما الناس ديال السيكيريتي كان غيهرب هو ملي حل الطوموبيل وزاد راه شير طاكسي اخر باش يركب فيه حتى الناس ديال السيكيريتي تعرضوا ليه شدوه ما ضربوا ما والو هو كيقول لك ضربوني داروا لي ما كاين لا ضرب لا حتى حاجه ما كاين لا مس لا والو شي اللي كاين من المدينه والسي جي طالع مورايا جاتو شاني هنا فرانه ملي تو شاني ودارت به الطوموبيل طلع الفوق هادشي اللي وقع سايق طاكسي حسيت بالضربه وقف ساكن راه باقا معايا نيت الكليان اللي كانت معايا باقا معايا هادشي اللي وقع السيد ولدي نيت انا الاب ديالو جايب الطوموبيل طالع من هنا هرب على واحد مول الطاكسي طلع في الترام دخل في هذيك ديال الترام جاو الدراري اللي خدامين تما في الترام شدوه تكرفصوا عليه تعداو عليه مزيان وشدوه صوتوه مزيان سلخوه وقجفوه قال لي قجفوني قال لك غنموت شدو خنقوه مزيان وكرفسوه وعلى الاخر خذوا لنا الوراق من الطوموبيل ملي جينا كنقلبوا الطوموبيل الوراق ما لقيناش مشيت سولتهم قال لك ما عندناش قال لك ما كاينينش حيدوهم دارهم في جيبهم وقال لك ما كاينش بزز كان تجاو البوليس بقينا نطلبوا عاد باش عطاوهم لينا وهذا الشيء اللي كاين وخصنا نتابعوا مع الناس ما عندهمش حق باش يتكرفسوا على الولد السيد راه وليداته مجوج ما كيشرب ما كيكمي ما والو تكرفسوا عليه هادشي اللي كاين اخويا عيطوا لي اتصلوا بيا قالوا لي راه ولد عمك داير لك سيده جيت انا راه سمعت عمي بانه هو راه شدو سلخو علاش غيسلخو علاش غيضربوه ما يضربوش صافي وقعت سيده كاينه لاسيرونس ديال الترام ولا سيرونس ديال الطوموبيل اما باش يشدو يضربو حتى حنا غنتابعوهم بهادشي اللي داروا لي حتى حنا غنتابعوهم وشكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.